طيب هون عندنا فاسيليتي بنفحص وفيها المحركات. المحرك الموجود هون محطوط على البيد بليت، هذا هو السكويرل كيج اندكشن موتور اللي عمالنا بنقيس اللي بدنا نفحصه. مركبين على الشافت مع دي سي جنريتر حتى اشغله كلود، فراح اشغل الدي سي جنريتر كلود، فبحط لود معاكس على الاندكشن موتور، فبقدر احط تورك على الاندكشن موتور وافحص قديش التورك اللي عماله بعطيني اياه اندر ديفرنت كونديشنز. هاي عندي هون بيد بليت ثانيه موجود فيها هي محرك اندكشن موتور شابكينه مع دي سي جنريتر، والدي سي جنريتر هون ممكن يعطيني كلود ومثبتينه على البيد بليت. شايفين البيد بليت، هاي البيد بليت اللي بثبت عليها المحرك، وفي طبعا هي التيرمينال بوكس اللي باخذ منه التيرمينالز تبعت المحرك. هذا اسمه نون درايف اند، نون درايف اند بقدر اقيس سرعه المحرك منه اذا حطيت عليه تاكوميتر. هلا هون واضح هاي الكابلينج، هاي الكابلينج ما بين الدي سي السكويرل كيج اندكشن موتور والدي سي جنريتر. الكابلينج بتعمل كابلينج ما بين تو شافتس، وفي فلكسبل كابلينج وفي ريجيد كابلينج. هاي الدي سي جنريتر، هذه هون النيم بليت، تشوف نيم بليت لاي محرك مثلا، هذه هاي للدي سي جنريتر مش للمحرك. الدي سي جنريتر 325 كيلو وات، 440 فولت، طبعا هذا لانه دي سي جنريتر، هذا دي سي فولتج. وبعدين هم معطيني الكرنت الامبير ار بي ام، كانها من 600 ل 1800 ولا من 800 ل 1800؟ 800 ل 1800. وهون اذا بتطلعوا ايش عندي؟ شنت. وين بلس بي؟ كلاس بي. كلاس بي ممتاز. اوكي وين شفتها؟ وين الكلاس بي؟ هي الكلاس بي، هي هون الكلاس بي عشان الحراره، نفس الفكره من هون انه هذا الانسوليشن وايندنج اللي معموله بحيث انها تشتغل على درجه حراره محدده، والا بتخرب هاي الانسوليشن بعد فتره معينه من الزمن. هذا لتبريد الجنريتر، هون حاطين مقاومات عشان تبرد اللود. هذا عباره عن اظن هذا اللي بيقيس درجة الحرارة، الثيرموكابل. عندي ثيرموكابل او ثيرمستر موجود في داخل المحرك، بقيس منه درجة الحرارة، فبنشبك الاسلاك هذول عشان نقيس درجة الحرارة الموجودة في داخل المحرك. هي مثلا هون درجة حرارة الغرفة في البداية 24 سلسيوس. كمان ممكن نحط ثيرمسترز على الكيس. على فكرة درجة حرارة الكيس مختلفة عن درجة حرارة الكويل. اوكي؟ يعني مش درجة الحرارة برا اللي مون على 120 او 170 هي نفس درجة الحرارة اللي موجودة على الكيسنج. هي هون مبين اظن هذا ثيرمستر. هي كمان عندنا ثيرمستر على الاوتلت، اوتلت تمبرتشر او ثيرموكابل، ميزان حرارة. ممكن اقيس درجة الحرارة كمان باستعمال نون كونتاكت ميثودز، هذا هون باستعمال انفراريد ميجرمنت. هي عندي هون الميتر اللي راح يعطيني الفولتج الاول والفولتج الثاني الفولتج الثالث، الكرنتس الثلاثة والباور، مضبوط؟ ها عندنا لما بنقيس مقاومات منخفضه جدا ما بقدر استعمل الطريقه التقليديه في قياس درجه الحراره في قياس المقاومه، بنقيس بنستعمل طريقه اسمها الفور واير ميثود. بيطلع بروح على المقاومه اربع اسلاك، تنين لقياس الفولتج وتنين بيعملوا انجكشن لكرنت وتنين بيقيسوا الفولتج، فبروح التيرمينال المقاومه تبعت الاسلاك نفسها اللي عمالي بقيس فيها. الى حد ما، بس هي فور واير ميثود. إذا بتطلعوا الآن هون في عندنا 6 تيرمينالز، ليش عندي 6 تيرمينالز مش 3؟ شايفين ال 6 تيرمينالز؟ 1 2 3 4 5 6 كل واحد محطوط عليهم شورت سيركتس. ليش طالع 6 مش 3؟ ليش توقع طالع 6؟ مطلعين من كل تيرمينال كول مطلعين السلكين. أيوه تفضل. عشان أوصل للجهة الثانية على هم مطلعين ماخذين من كل كويل، مش مطلعين ستار بوينت، مش شابكينه ستار بوينت من جوا، مطلعين 6 اسلاك، اثنين من التيرمينالز A و A A برايم، B B برايم و C C برايم، وبرا موصول ستار او دلتا. نعم؟ لا اذا بعكس الاتجاه خلص بعكس تو فيزز من برا، بس هي عشان اعمل ستار دلتا. اذا بدي اشغله ستار او اشغله دلتا ممكن اشغله بطريقتين مختلفتين. هلا هون عمالنا بنقيس اللو ريزيستنس، الدي سي ريزيستنس. هاي التيرمينالز الفور تيرمينال ميثود، ايش كنا طلعنا منها؟ R1. R1 تمام. فهاي الطريقة اللي بنطلع فيها R1. هلا هون حتى نقيس الفايبريشن تبعت المحرك، في عندنا هون ماجنتيك بروب، في فايبريشن ميتر.
اذا بتشوفوا اللي مركب فوق هذا بيقدر يقيس الفايبريشن اللي موجوده في المحرك. تذكروا الفايبريشن ايش الاشياء اللي بتاثر على الفايبريشن اللي بيطلع من المحرك؟ ليش ممكن المحرك يعطيني فايبريشن؟ مش معمول له بالانسنج، الروتور مش معمول له بالانسنج بشكل صحيح. فراح يطلع عندي فايبريشن على الاكسس، على الاكسس في اماكن مختلفه حتى اتخلص منه بقدر اعمل ريبالانسنج للروتور. وفي ستاندردز عالميه بتحدد لي قديش هذا عباره عن سنسر، السنسر اللي موجود هون هو اكسلروميتر او فايبريشن ميتر، وهذه هون ماجنتيك قطعه ماجنتيك بتمسك في المحرك وبتضلها ماسكه عليها حتى تقدر تاخذ وتقرا الفايبريشن اللي موجود هون. هي كمان ممكن نقيسه كمان على الاند، على الدرايف اند. هذا الفايبريشن ميتر اللي بعطيني القراءات تبعت الفايبريشن. هلا عندي هون بين المحرك والجنريتر ممكن هون احط، ممكن هون احط حتى اقيس التورك والسبيد. هلا هاي هي الفاسيلتي اللي بعمل فيها لوكينج للروتر. الكيج هذا اللي موجود هون الشبك، في داخل هذا الشبك بنحط المحرك بنثبته، وهي اذا بتطلعوا هاي هي اللي بتعمل لوكينج للروتر. هاي القطعة اللي موجودة هون نمسك فيها الروتر هون، وهذا بنشد بحيث انه بدخل في طرف بالدائرة هاي اللي موجودة، بمسك المحرك مكانه فبيعمل لوكينج للروتر. الشبك حاطين للسيفتي مشان الشبك للسيفتي صحيح. هدول الاثنين السنسرز الاثنين، واحد للتورك وواحد للسبيد. هاي تو سنسرز محطوطين على الشافت ما بينهم. هاي هون بس عشان نعمل بلوتينج، هذه بتعطيني السيكونس تبع الاي بي سي، مش انا بقدر اعكس الاي والبي والسي الفيزز اللي جايين، هذه بتعطيني الفيز سيكونس، فاذا شبكتهم على اي وبي وسي بعطوني الدايركشن اوف روتيشن تبعت الاي بي سي، لانه اذا انعكسوا الاي بي سي بصير دوران المحرك بعكس الاتجاه. هون عمالنا بنعمل هاي فولتج تيست، وهذا هون انسوليشن تيست، بحطوا هاي فولتج وبشوفوا ايش الليكج كرنت اللي موجود. هذا بعطيني الهاي فولتج بقدر اعمل له فاريشن. بعدين اذا بتطلعوا في اسلاك رفيعه، هاي هي الثيرمسترز. ليش الهدف من الثيرمسترز في المحرك؟ حتى احمي هذا المحرك من الزياده في درجه الحراره بقدر احط ثيرمستر في داخل المحرك. الثيرمستر بعطيني قياس درجه الحراره اللي موجوده وبقدر احمي هذا المحرك. في 3 ثيرمسترز، في كل وايندنج في 1 ثيرمستر. هذا شكل بس محرك نعم. لا، ولذلك كل وايندينج بيكون فيه ثيرمستر.